فكيني بسرعه. فكيني؟ اوه ماي جاد، بلدي قوي، فكيني متضايقه قوي. فكيني بلدي، بول وفكيني. كنت هتسيبيني؟ يلا خلاص خلاص يلا. طلع بسرعة، طلع يلا يلا حبيبي. مساء الخير يا فندم. اطلع يا اسطى الله يكرمك. حضرتك تحب اشغل الراديو؟ يا عم اطلع وده وقته. طيب احب ابلغ حضرتك ان التوك توك لقت واي فاي من ورا. ايه ده بجد؟ الباسورد كان بقى يا معلم. يلا يا عم اطلع انجز. ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ حاضر من عناية. مفيش حد هنا ولا ايه؟ خير؟ ايه ده؟ هو الراجل ده ملبوس ولا ايه؟ انت ايه يا عم انت بتخلص؟ اسمع انا مش هديك حاجه تاني. قول لي امام بين النوجه جت. انا بقصد اتكلم على ايه؟ وامام بين يا عصر يعني ايه نوجه اساسا؟ يعني انتوا مش عايزين الواد؟ واد ايه؟ انت شايف ملجا؟ يلا روح. عارف لو ما كانش الباب ده بينا كان زماني فرتكت دلوقتي. اهو لا والنبي يلا امشي من هنا. حاضر امشي من هنا. حاضر روح. يا خساره، كان نفسي يفتح لك الباب، كان هيظبطك ظبطه. اخلصي بقى. وبعدين في ولاد المجنونه دول، وبعدين انا صعبان عليا الواد الانتهازي ده. ما خلاص قال لك انه مش عايز الطفل. يلا روحه وروحني وخلينا نخلص. اروحك ده ايه واعمل ايه في عفريت العلبه ده؟ ده انا اروح بيتكم الاقيه واقف هناك خلاص زمان وصل. اسمعي، احنا لازم نشوف مكان نستخبى فيه عما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. يلا حبيبي. خطف مره واحده عصابات بقى وخطف وبتاع. يا راجل ده منظر واحد يخطف. والله مدام خلود مصممه ان انت ورا كل ده. خلود قلت لي بقى، خلود دي دماغها فاضيه وبتدور على اي اكشن في الحياه. بيت قدامك فتش فيه زي ما انت عايز. انت هتطلع لنا؟ شكرا. انت بتاخد تفاحه؟ حلو قوي انك جبتنا عند صاحبك ده، شامم ريحه تراب الحاره المصريه. ده انا سفه. هتموتني ريحه ريند اموت. هنشافي هنشافي بقى لنتاكل هنا. انت اتخنقت. هنشافي. هلو يا حاج. هو ليه مش بيرد؟ متوفي. غريب قوي. حسب المخلص ده حسب. كان بيقول يا جامد، كان بيقول يا جامد. ما قالش، بيتهيألي. طب اضربه. ما قالش حاجة. مش هتقول لنا يا ابني مين الناس اللي عايز تخطفك دي؟ تدفع كام ولا ولا؟ لما ندخل جوه ليفل. ازيك يا رمز؟ ايه ده؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. رمزي شفت فانيله صاحبك؟ الحمد يا رب. تفه ما جاتش فيا على فكره. معلش ما لحقتش اوضب الشقه، انت لخفنتني خالص كده ما بقتش فاهم اي حاجه. توضب ايه يا ابني؟ الشقه دي عايزه تترمي اساسا. ايه ده؟ هو انت طارق ابن ابو طارق بتاع الكشري؟ منورين يا جماعه والله منورين. بس انت ما يبانش عليك في الشركه انك بيئه قوي كده، واضح انكم شبعه من بعد جوعه. لسه جعانين والله يا رمزي ما شبعناش. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اسيب عندك الولد وتحطه في عينيك، ها؟ لغايه بقى لما نسلمه لهم ونبلغ عنهم ونخلص منهم. في عينيا طبعا. بس هو فين الولد؟ واحنا مش دخلنا هنا ومعانا واد؟ قلت لك حرص، احنا في منطقه خطر. واد ابن ناس بالشكل ده مش هيتساب، هيتشفط. الله يخرب بيتك كده هيموتوني، الواد راح فين؟ ما تخافش انا هسيطر. قلت لك يا ليلى تخلي بالك من... هي راحت فين هي كمان؟ افضل اقول لك حرص بقى كده لحد امتى؟ اقفل بقى الباب احسن ما لاقكش انت كمان. مش هتقدر تغمض عينيك.